بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أعزائي، نلتقيكم مرة أخرى في المثال الثاني أو التمرين الثاني في محاضرة هذا اليوم، وهو المثال الـ f of x equal to in x where الـ x greater than 0 less than 1 0 elsewhere. Find the expected of x variance of x expected of 3 x plus 5 variance of 3x plus 5 probability of x equal to 0 probability of x greater than نصف probability x greater than 0. الحل. إذا المطلب الأول مطلوب من يمي expected of x. مثل ما تعرفون expected of x بصورة عامة هو تكامل من minus infinity بصورة عامة ال x مضروبا في ال f of x، لأن الدالة عندي هنا مستمرة من النوع المستمر، فنحلها بالتكامل دي اكس. وبالنسبه للمثال مالتي اني الداله معرفه من صفر للواحد، الاكس والاف اوف اكس هنا عندي اللي هي 2 في اكس مضروب في 2 اكس دي اكس، وهذه اقدر اكتبها بالشكل الاتي: تكامل من صفر للواحد 2 اكس في اكس راح يصير عندي 2 اكس تربيع دي اكس، وهذه تكاملها بسيط، هذا مثال بسيط جدا. تكاملها راح يكون عندي 2x تربيع، يعني هذا راح الاثنين ثابت، والاكس تربيع تكامله عباره عن اكس تكعيب، الاكس تربيع هو عباره عن اكس تكعيب تكامله على 3، اذا المقدار كله مقسمه على 3، وحدود التكامل عندي من 0 الى 1، ولما اعوض بالواحد راح يصير عندي 2 في واحد تكعيب، يعني راح يصير عندي 2 على 3 ناقصا 2 في 0 راح يصير عندي 0 على 3 راح يصير عندي 0، والنتيجه راح يصير عندي 2 على 3 الاكسبكتد اوف اكس. اذا هذا هو المطلب الاول حصلت عليه ببساطه. المطلب الثاني اللي هو الفاريانس اوف اكس، المطلب الثاني هو الفاريانس اوف اكس. مثل ما تعرفون الفاريانس اوف اكس الفاريانس اوف اكس equal to expected of اكس تربيع، التعريف مالته expected of اكس تربيع minus expected of اكس كله تربيع، هذا المقدار كله تربيع، يعني الاكسبكتد اوف اكس كله تربيع. الان هذا المقدار الاكسبكتد اوف اكس هو هذا موجود عندي هنا، ماكو داعي احسبه، اذا احسب فقط المقدار الاكسبكتد اوف، فقط احسب الاكسبكتد اوف اكس تربيع اللي هو يساوي لتكامل من صفر للواحد اكس تربيع في الداله مالته اللي هي 2 اكس دي اكس، واقدر اكتبه بالشكل الاتي: تكامل من صفر للواحد 2x في x تكعيب راح يصير 2x في x تربيع راح يصير 2x تكعيب dx، واللي التكامل مالته راح يكون عندي من صفر للواحد، عفوا مكامله مباشره راح يكون عندي ال2 والx تكعيب هو x اس 4 مقسوما على 4، وحدود التكامل عندي من 0 على 4، وحدود التكامل عندي من 0 للواحد اللي اقدر اكتبه اما اعوض مباشره او اقدر اختصر الاثنين ويا الاربعه، راح يصير عندي اكس اس 4 على 2، واعوض بحدود التكامل من 0 الى 1 بكيفك انت بالطريقه اللي تعجبك،
إذا عوضنا بالأربعة بواحد راح يصير واحد اس أربعة واحد، إذا راح يصير عندي نصف. وإذا عوضنا بالإكس بصفر راح يصير عندي صفر على اثنين ناقص صفر، والنتيجة راح يساوي عندي نصف. هذا هو الـ expected of x تربيع. فالـ variance of x إيش راح يساوي لي؟ إحنا قلنا الـ variance of x يساوي الـ expected of x تربيع. الـ variance of x equal to expected of x تربيع اللي هو حسبناه نصف، ناقص الـ expected of x اللي حسبناه بالخطوة السابقة اللي هو 2 على 3، قلنا هذا المقدار كله تربيع، اللي إيش راح يساوي لنا؟ نصف ناقص الاثنين تربيع أربعة والثلاثة تربيع تسعة. فالمقام إذا نوحده راح يصير عندنا 18، فالاثنين نضربها بتسعة والتسعة نضربها باثنين، فهنا تسعة في واحد تسعة، وناقصا الأربعة اللي نضربها في اثنين راح يصير عندنا ثمانية، فالناتج راح يكون عندي تسعة ناقص ثمانية واحد على 18. هذا هو الفاريانس أوف إكس. هذا هو الفاريانس of x وهو المطلوب. هذا المطلب الثالث او الثاني عفوا. اذا ننتقل الى المطلب الثالث اللي هو expected of x 3x expected of 3x. هذا المطلب الثالث expected of 3x plus 5. هذه احنا ماخذينها خاصيه او قاعده، خاصيه الاكسبكتيشن. كنا ندخل الاكسبكتيشن عليهم للقوس راح يصير عندي الاكسبكتد اوف، هذا عباره عن اكسبكتد اوف 3 اكس زائدا الاكسبكتد اوف زائدا الاكسبكتد اوف 5. ومثل ما تعرفون اذا ثابت مضروب في متغير راح يطلع خارج الاكسبكتد، راح يصير 3 اكسبكتد اوف اكس، والكونستانت الاكسبكتد مالته هو نفسه اللي انا اخذنا احنا بالقاعده اكسبكتد اوف اكس اوف سي يساوي لنا سي، وير السي از كونستانت. اذا هنا راح يساوي له 5 مباشره. فالاكسبكتد اوف 3 اذا الاكسبكتد اوف اكس يساوي لنا 2 على 3، اذا 3 في 2 على 3 زائدا 5 راح يساوي لي 3 تتصفر ويا 3، راح يبقى عندي 2 زائد 5 ويساوي 7. هذا الـ expected of 3x plus 5. الـ variance المطلب الرابع الـ variance of 3x plus 5. أمامي طريقين، طريق مطول أنه آخذ الـ expected of 3x زائد 5 كله تربيع ناقص الـ expected of 3x هذا السبعة اللي طلعته هنا وأطلع الناتج. وأكو طريق أبسط وأخذناه قاعدة، قلت لكم إذا ندخل الفارينس عليهم راح يصير عندي فارينس للأول فارينس أوف 3x زائدا فارينس أوف 5 زائدا فارينس of 5. هنا لما ندخل الفاريانس على الثابت ومتغير راح يطلع الثابت ربع قيمة الثابت، فثلاثة تربيع يعني راح يصير 9 فاريانس x بلس الفاريانس للثابت راح يصير عندي 0. قاعدة ثابتة احنا ماخذينها فاريانس الثابت يساوي 0. هنا عندي 9 مضروبة في فاريانس اوف x، والفاريانس اوف x يمكن اني استخرجته في خطوة سابقة، يمكن كان عندي الواحد على 18. هنا واحد على 18، واحد على 18، 18 تختصر ويا 9 بها 2، 9 بها 1 راح يبقى عندي نصف. فالـ expected of الـ variance of 3x زائدا 5 راح يساوي لي نصف، فخلصنا من يمه. المطلب الخامس اللي هو الـ probability of x، الـ probability of x equal to probability of x equal to 0.5 سواء كان نكتبها نصف او هنا واضح عندي قاعده قلنا لكم probability النقطه بالتوزيع المستمر دائما يساوي صفر، فهنا يساوي لي صفر يعني زيرو، هنا يساوي صفر.
وأرجو أن يعني دائما أن تنتبهوا أنه المطلوب أن تكتب بالامتحان، خصوصا إذا كان إلكتروني، تكتب الرقم فقط، ما تكتب به أي زيادات. يعني إجابة هذا المثال إذا أجاك تكتب مباشرة بلوحة المفاتيح صفر بهذا الشكل، يعني لا تكتب يساوي ولا تكتب أي شيء آخر، فقط تكتب الصفر. إذا المطلب السادس عندنا المطلب السادس كان عندنا اللي هو probability of x أكبر من الصفر، النصف السادس probability of x أكبر من نصف، وهذا ببساطة تكامل من نصف، أو نقول إما واحد ناقص probability of x أقل من نصف، أو هو نفسي تنقول هو تكامل من نصف لأعلى حد هو الواحد، والدالة مالتي الاثنين x dx، وهنا راح يصير عندي تكامل اثنين x تربيع على اثنين اللي راح تختصر، راح يكون عندي حدود التكامل من نصف للواحد، وهذا النصف راح يروح ويا النصف، اذا اعوض فقط بالاكس تربيع اللي راح يساوي لنا لما نعوض بالواحد بالاكس تربيع راح يصير عندي واحد تربيع واحد، لان المقام واحد هنا اختصر وهنا واحد، راح يصير عندي ناقصا اعوض بالنصف الاكس تربيع لما نعوض بها بنصف، يعني نصف تربيع اللي هو واحد على أربعة، راح يصير عندي واحد ناقص واحد على أربعة، هذا معروف عندي الواحد ناقص واحد على أربعة، أما أقول مباشرة يساوي ثلاثة على أربعة أو أوحد المقامات أقول هنا عندي أربعة، وهذا لا هذا المقدار بما معناه أقدر أكتبه أربعة على أربعة الواحد، يعني أربعة ناقص واحد اللي راح يساوي لي ثلاثة على أربعة اللي هو الـ probability of x أكبر من الواحد. المطلب السابع عندي والأخير، السابع والأخير هو probability of سبعة probability of x probability of x أكبر من زيرو. The probability of x أكبر من 0 يعني احتمال كل الفترة، يعني x أكبر من 0 أقدر أقول عليه مباشرة هو إما أقدر أقول مباشرة يساوي 1 directly، ليش؟ لأنه احتمال كل الفترة، or هو شو يساوي لي؟ تكامل من 0 أيضا هو كل الفترة، الـ 2x 2x dx اللي يساوي لي 2 x تربيع على 2، يعني كأنه x تربيع، وحدود التكامل عندي من 0 للواحد، ولما اعوض بال x تربيع يساوي 1 1 ناقص اعوض بالصفر يساوي 0، النتيجه راح تصير عندي 1، وبالتالي وصلنا الى نهايه هذا حل هذا المثال، وكل المطالب مالته تم حلها بهذا الشكل، مثال بسيط جدا. اذا إن شاء الله نلتقيكم في أمثلة قادمة ومحاضرات قادمة، فإلى ذلك الموعد إلى اللقاء.